السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 27/11/2021 هنا في مصر، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.18 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع. أسعار الدينار الكويتي سجل 49.19 جنيه للشراء، 52.96 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه شراء، 4.28 جنيه للبيع. بينما الدينار البحريني 40.41 جنيه للشراء، 41.74 جنيه للبيع. أما الريال العماني سجل 33.69 جنيه للشراء، 40.88 جنيه للبيع. أما الريال القطري 4 جنيه شراء، 4.32 جنيه للبيع. في حين سجل الدينار الأردني 21.75 جنيه للشراء، 22.21 جنيه للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.